بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 167. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في كتاب الجنايات قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنما سبق هو في قتل الواحد الجاني الواحد، وهنا في قتل أكثر من جاني إذا اشتركوا في الجريمة فقتلوا شخصا عمدا عدوانا. نعم. فهل يقتص منهم جميعا فتقتل الأنفس المتعددة بنفس واحدة؟ نعم. أو لا؟ الصحيح أنها تقتل الجماعة بالواحد، وقد فعله عمر رضي الله عنه في خلافته، فقد قتل 7 من أهل صنعاء تمالأوا على قتل شخص فقتلوه، فأمر بقتلهم جميعا، وقال رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. ولعموم أدلة القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا يعم سواء كان القاتل واحدا أو جماعة، ولأن هذا أضمن في حقن الدماء لسد ذريعة القتل، لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى هذا إلى الاحتيال، فإذا أراد أن يقتل شخصا فإنه يأتي معه بآخر ويشتركان في القتل ويسقط عنه القصاص، فينفتح باب سفك الدماء. فسدا لهذه الذريعة تقتل الجماعة بالواحد، أولا للعموم، وثانيا لفعل عمر رضي الله عنه، وثالثا لأجل سد الذريعة عن سفك الدماء وسد الاحتيال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. فإذا سقط عنهم القود الجماعة الذين قتلوا عمدا يقتص منهم جميعا، وإذا سقط القود لمانع من الموانع أو لأنه عفي عنهم إلى الدية فإنهم يدفعون دية واحدة، لأن الدية تتبعض بخلاف القتل فإنه لا يتبعض، فيقام عليهم جميعا، لكن بشرط. قالوا: يشترط بقتل الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، فإنهم يقتلون به جميعا. نعم. كيف الصورة يعني؟ إذا صار فعل كل واحد منهم لو انفرد قتل هذا الشخص فإنهم يقتلون به جميعا، أما إذا كان بعضهم لم يفعل إلا فعلا يسيرا لا يقتل لو انفرد فإنه لا يقتل. نعم. لكن ليس من صور التمالؤ مثلا يكون أحد رصدا لهم، واحد يدخل البيت واحد يقتل، هذا ما يقتلون جميعا. يقتل المباشر والبقية يحبسون. نعم. صلى الله إليكم. قال: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. هذا من صور الاشتراك في القتل، وهو أن يكره مكلفا، أن يكره شخصا
مكلفا يعني بالغا عاقلا على قتل شخص فيقتله المكره، فإن القصاص يجب على الاثنين، على المكره وعلى المكره. المكره لأنه أمر بالقتل، والمكره لأنه دفع القتل عن نفسه بقتل غيره، فيقتل الاثنان لأنهم جماعة اشتركوا في قتل واحد فيقتلون به جميعا. أما لو كان المكره غير مكلف، لأن كان صغيرا أو مجنونا أو لا أو يجهل حكم القتل، فإنه يكون القتل على المكره فقط، لأن المكره أصبح كالآلة بيده. نعم. قال: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل. إذا كان المكره معذورا بأن كان غير مكلف، أن كان صغيرا أو مجنونا، فإنه لا، فإن القتل يكون على المكره فقط، وأما المكره فإنه لا قتل عليه لأنه كالآلة بيد المكره. هذا إذا كان غير مكلف. أو كان يجهل القتل، هو مكلف لكنه يجهل أن القتل حرام، كأن يكون نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام ولا يعرف أحكام الشرع فقتل، فإن هذا يدرى عنه، فإن جهله يدرى عنه القصاص، فيكون القصاص على المكره فقط. نعم. أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف. مسألة أخرى، مسألة الإكراه انتهت، مسألة الثانية مسألة الأمر. الأمر إذا أمر شخصا بقتل شخص فقتله المأمور، قتله المأمور. ننظر، فإن كان الآمر سلطانا، إن كان الآمر سلطانا والمأمور لا يعلم إن السلطان ظالم في هذا القتل، فإن القتل يكون على الآمر فقط، وأما المأمور فإنه معذور لأنه بنى على أن السلطان لا يأمر إلا بقتل من يستحق القتل، ما درى أنه ظلم. أما لو درى أنه ظلم فالقتل يكون على القاتل، على المباشر. نعم. فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. القود إذا وجب القصاص، أو الدية إذا سقط القصاص، يكون على الآمر فقط، وأما المأمور فإنه معذور. نعم. وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. نعم. إذا أمر شخصا بقتل شخص عمدا عدوانا والمأمور مكلف، المأمور مكلف بالغ عاقل وعالم أن هذا القتل بغير حق، فإن القصاص يكون على المباشر، على المأمور، أما الآمر فلا قصاص عليه. نعم. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. نعم. إذا اشترك في القتل جماعة أحدهم لا يجب عليه القصاص لمانع فيه، إما لكونه أبا للمقتول أو لكونه غير مكافي للمقتول، فإن القود يكون على الشريك فقط لا على من به مانع من إقامة القصاص. نعم. قال: فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. فإن سقط القصاص بالعفو إلى مال فإن الشريك يكون عليه نصف الدية، لأن الدية تتبعض بخلاف القصاص فإنه لا يتبعض. نعم. لكن اشتراك الجماعة في القتل بحيث يكون كل منهم مستحقا أن يقاد منه، أن يكون كل منهم فعل في المقتول فعلا يقتل وحده. أي نعم. وأن يكون كل منهم تتوفر فيه شروط القصاص. نعم. يعني كأن يضربوه جميعا أو يلقوه في النار جميعا. أي نعم. أما لو لم يكن، لو كان منهم غير مباشر القتل فلا يقتل. لو كان ضربة واحد منهم قاضية وجاء الآخر وكمل، فالعبرة بالذي ضربته قاضية، وهذاك يعزر تعزير. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب شروط القصاص.
وهي أربعة. شروط القصاص، يعني شروط وجوب القصاص، وهذه الشروط إذا توفرت وجب القصاص، وإن اختل شرط منها لم يجب القصاص. فهذه شروط وجوب القصاص، والشروط الآتية شروط استيفاء القصاص. نعم. قال وهي أربعة. شروط وجوب القصاص أربعة، لا بد من توفرها كلها، فإن اختل واحد منها فلا قصاص. نعم. عصمة المقتول. الشرط الأول عصمة المقتول، بأن يكون ممنوع، العصمة معناها المنع، بأن يكون ممنوعا من قتله، حرام قتله، وذلك كالمسلم والذمي والمعاهد. نعم. فإن كان المقتول مباح الدم كالمرتد والحربي فهذا لا قصاص في قتله لأنه غير معصوم. نعم. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا، نعم، لم يضمنه بقصاص ولا دية، لأنه مهدر الدم، لأن الحربي وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد، هذا حربي يجب قتله، ومن قتله فلا قصاص عليه لأنه مهدر الدم. أو كان مسلما، فالمسلم معصوم الدم من باب أولى. إنما مهدر الدم هو نوعان، الحربي كما سبق، والمرتد، والنوع الثاني المرتد، والمرتد هو الذي رجع عن دينه، هو الذي رجع عن دين الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، كأن يسب الله أو رسوله، أو يسب القرآن، أو يستهزي بالرسول أو بالقرآن، أو يترك الصلاة متعمدا، أو يعمل السحر، أو يعمل ناقض من نواقض الإسلام المعروفة، هذا هو المرتد، فهذا مهدر الدم إلا إن تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الإسلام. نعم. قال فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا، قتل مسلم هذا معروف، أو قتل ذمي، والذمي هو الذي يدفع الجزية، الذي بيننا وبينه عهد ويدفع بموجبه الجزية كاليهودي والنصراني. نعم. قتل حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الحربي عرفناه هو الذي الكافر الذي ليس بينه وبين الإسلام عهد ولا ذمة، والمرتد هو الذي رجع عن دين الإسلام بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. لم يضمنه بقصاص ولا دية لأنه مهدر الدم. نعم. الحمد لله. الثاني التكليف. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. نرجع للأول، قتل عصمة المقتول، قتل نعم، قتل الحربي عرفنا أنه هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد، أما المعاهد فيحرم قتله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. نعم بالله. وبعض العلماء يرى وجوب القصاص عليه، بعض العلماء يرى أنه يقتص من المسلم للذمي إذا قتله عمدا عدوانا، فعلى كل حال هو معصوم الدم، فلا يغتر بهذا بعض الجهلة من المسلمين الذين يعتدون على الكفار المعاهدين ويقتلونهم ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله. نعوذ بالله. هذا من الحرب لله ولرسوله وليس من الجهاد في سبيل الله، لأن الذي يقتل معاهدا حرام عليه رائحة الجنة. نعوذ بالله. لأنه خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين، فليس هذا من الجهاد في سبيل الله كما يقولون، إنما هذا خاص في الحرب الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ونحن معلنون للحرب عليه، هذا هو الذي يباح قتله. أما من كان بينه وبين المسلمين عهد أو أمان فإنه لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، وبعض العلماء يرى أنه يقام القصاص للذمي على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال الثاني التكليف،
فلا قصاص على صغير ومجنون. الثاني من شروط وجوب القصاص التكليف بأن يكون الجاني مكلفا أي بالغا عاقلا، فلا قصاص على صبي، قد سبق أن عمد الصبي خطأ، ولا على مجنون ليس له عقل، هذا لا يقام عليه قصاص لأنه ليس لهؤلاء قصد، لأن هؤلاء ليس لهم قصد بالقتل وعمدهم خطأ كما سبق. نعم. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق. الثالث المكافأة بين القتيل والقاتل بأن يساوي القتيل القاتل في الحرية، بأن يكون كل منهما حر، فإن كان القتيل مملوكا لم يجب القصاص على القاتل الحر، لما جاء عن علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد لعدم المكافأة، والقصاص إنما هو المماثلة، وهنا لا مماثلة، إذا قتل حر بعبد فهذا جور وليس فيه مماثلة. نعم. فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو كان معاهدا أو ذميا أو مستامنا، هو من قتله يكون متوعدا بالوعيد وقتله حرام. نعم. ويعزره ولي أمر المسلمين بما يراه من التعزير الرادع، لكنه لا يقتص منه لعدم المكافأة، عدم المساواة، فلا يقتل مسلم بكافر لما في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر لأن المسلم أعلى من الكافر. نعم. ولا حر بعبد، هل عرفناه، وعكسه يقتل، عكسه يقتل، يقتل العبد بالحر لأن الحر أكمل منه، ويقتل الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن يقتل بالمسلم لأن المسلم أعلى منه. نعم. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يقتل الذكر بالأنثى، فإذا قتل ذكر امرأة فإن الذكر يقتل، وإن كان الذكر أكمل من الأنثى وليس الذكر كالأنثى لكن هذا لا يمنع من القصاص، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولقوله هذا عام في جميع القتلى يعني، ولقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فهذا فيه عموم، فيقتل الذكر بالأنثى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية رض رأسها بين حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين كما فعل بها، وهو ذكر وهي أنثى، فأقام القصاص للأنثى على الذكر. نعم. والأنثى بالذكر، هذا من باب أولى، تقتل الأنثى بالذكر من باب أولى لأن الذكر أكمل منها. نعم. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. الرابع أن لا يكون الرابع عدم الولادة بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان القاتل والدا للمقتول لم يقتل الوالد بولده، لما جاء في الحديث من السنة لا يقتل والد بولده، فلا يقتل الأصل بالفرع، لا يقتل الأصل الذي هو الوالد بالفرع الذي هو الولد، ولأن الوالد يندر أنه يقتل ولده، والقصاص إنما شرع للزجر ولحماية الدماء، حقن الدماء، والوالد ما فيه من الشفقة والرحمة يمنعه من قتل ولده، فهذا أمر نادر أن والد يقتل ولده، وإذا قتل والد ولده فلا بد أن الولد قد أساء إلى والده وعقه وحمله على قتله، وهذا نادر جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويقتل الولد بكل منهما. أما العكس فإنه يقتل الولد بالوالد لأنه يبقى على العموم، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا عام يشمل الوالد والولد،
لكن أخرجنا قتل الوالد بالولد بالدليل، فيبقى ما عداه على العموم فيقتل الولد بالوالد. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. نعم. قال الرابع عدم الولادة. نعم. فلا يقتل أحد الأبوين وإن على أحد الأبوين، يعني الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. نعم. فلا يقتل وإن على يعني على يعني بأن كان جدا أو جدة. نعم. بالولد وإن سفل، وإن سفل كان قتل ابن الصلب أو ابن الابن أو ابن ابن الابن أو ابن البنت مهما نزل. نعم. ويقتل الولد بكل منهما، يقتل الولد بكل منهما أي من الوالدين، وإن علوا، وإن علوا، فلو قتل أباه يقتل به، ولو قتل أمه يقتل بها، ولو قتل جده يقتل به، ولو قتل جدته يقتل بها، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب استيفاء القصاص. هذه شروط استيفاء القصاص، إذا توفرت شروط الوجوب وثبت القصاص فإنه لا يستوفى وينفذ إلا بتمام شروط أيضا. نعم. يشترط له ثلاثة شروط، يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. نعم. أحدها كونه مستحق، كون مستحقه مكلفا. أحد الشروط أن يكون مستحق القصاص مكلفا، فإن كان مستحق القصاص غير مكلف، بأن كان صغيرا أو كان مجنونا، فإنه لا يقتص، لا يقتص من القاتل حتى يزول المانع، يزول المانع الذي هو الصغر أو الجنون، ويطالب صاحب الحق بحقه، يطالب صاحب الحق بحقه. ولأن القصاص المقصود منه التشفي، والصغير والمجنون لا يوجد فيهما هذا المعنى ما دام غير مكلفين. نعم. فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. فإن كان مستحق القصاص صغيرا دون البلوغ، أو كان مجنونا ولو كان بالغا، فإن القصاص لا يستوفى ويحبس الجاني إلى أن يزول المانع، فيكبر الصغير، يبلغ الصغير أو يزول الجنون، ثم يطالبان بالقصاص. وذلك لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص وجب عليه لصغار حتى بلغ الصغار وطالبوا بالقصاص فأقامه على القاتل. نعم. انتظار الصغير حتى يبلغ هذه مدة معلومة، لكن حتى ولي الدم إذا كان مجنونا فيحبس الجاني حتى يزول عنه الجنون؟ اي نعم، حتى يزول عنه الجنون، لأن الحق له، لا أحد ينوب عنه. نعم. لا أحد ينوب عنه في ذلك، ولا ينظر إلى متى يفيق، متى يصحو من جنونه، ولو طال الجنون. نعم. لأن الحق له، لأن الحق له، الحمد لله، فهو الذي يطالب به ولا أحد ينوب عنه في ذلك. ولأن القصد بالقصاص التشفي، وهذا لا يحصل بقصاص غيرهما لهما. نعم. نعم. قال الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. إذا كان المستحقون للقصاص عدة أشخاص فلا بد أن يتفقوا على المطالبة بالقصاص، فإن اختلفوا بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم عفى مجانا أو على الدية فإنه يسقط القصاص، لأن القصاص للجميع ولا يتبعض، لا يتبعض القصاص، فإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض، فلا بد أن يتفق المستحقون للقصاص على المطالبة به. نعم. قال الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لبعض الشركاء أن ينفرد به دون الآخرين، لأن هذا لا يؤدي حقهم ولا ينوب أحد عنهم فيه. نعم. وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إذا كان في المستحقين للقصاص من هو غائب، غائب عن البلد، فإنه ينتظر حتى يقدم ويطالب بالقصاص، ولا يقتص في غيبته،
أو كان بعض من يستحقون القصاص صغيرا فإنه ينتظر حتى يبلغ هذا الصغير ويطالب، أو كان بعض من يستحقون القصاص مجنونا فإنه ينتظر حتى يصحو هذا المجنون ويطالب بحقه، وليس لبقية الشركاء أن يقتصوا. نعم. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. الثالث من شروط وجوب القصاص أن يؤمن في استيفائه أن يتعدى إلى غير الجاني، أن يتعدى إلى غير الجاني. فمثلا لو وجب القصاص على حامل فإنها لا يقتص منها حتى تضع الولد، وإن وجد من يرضعه وإلا فإنها تمهل حتى ترضعه، لأنها لو اقتص منها وهي حامل مات الحمل، والحمل لا ذنب له، فيتعدى إلى غير الجاني وهذا ظلم. كذلك لو اقتص منها ولا يوجد من يرضع هذا الطفل فيموت الطفل هذا ظلم أيضا، فتمهل حتى ترضع الطفل، وإن وجد من يرضعه غيرها فإنها يقتص منها لزوال المانع، وهذا مما يدل على عدالة الإسلام وأنه يراعي حتى الأجنة في البطون ويحترمهم. نعم. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت، وجب على حامل حين الجناية يعني جنت وهي حامل، نعم، أو وجب عليها وهي غير حامل لكن حملت بعد ذلك قبل أن ينفذ القصاص فإنه لا ينفذ، سواء كان الحمل قديما أو جديدا فإنه لا ينفذ عليها، لأن في تنفيذه عليها جناية على ولدها. نعم. لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. اللبا. وتسقيه اللبا. تسقيه اللبا وهو أول حليب، لأن الطفل لا يعيش غالبا بدونه. نعم. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. إن وجد من يرضعه بعد سقي اللبا دفع إلى المرضعة واقتص منها، وإن لم يوجد من يرضعه فإنها لا يقتص منها حتى تفطم الطفل إبقاء على حياته ودفعا للظلم عنه. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. أما إذا وجب عليها القصاص في الطرف كقطع اليد أو قطع الرجل أو الأصبع أو العين أو غير ذلك فإنها لا يقتص منها في حال وجود الحمل فيها، لأن هذا يسري على الحمل ويؤثر عليه، حتى فإذا وضعته فإنه يقتص منها ولو كانت ترضعه، لأن هذا لا يؤثر على الرضاع. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. نعم. والحد في ذلك كالقصاص. إذا وجب عليها حد لله عز وجل فإنه مثل القصاص، يؤجل حتى تضع الولد وحتى ترضعه، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها وتثبت عنها أنها ليست بمجنونة وليست بمختلة العقل وليست، وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم تطالب بإقامة حد الزنا عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها حتى تضع الولد، فلما وضعته وجاءت به تحمله قال لها حتى تفطميه، فدفعها حتى فطمت الطفل، ثم جاءت ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، فهذا دليل على أن الحد لا يقام على الحامل حتى، يعني حد الرجم لا يقام على الحامل حتى تضع ولدها وحتى تفطمه، فهو مثل القصاص تماما. نعم. أحسن الله إليكم. كنا نود أن معنا بقية من الوقت حتى تحدثنا عن هذا الإيمان العظيم الذي جعل الصحابية تدفع نفسها لإقامة الحد وتصبر مدة الحمل والرضاعة نحو 3 سنوات رضي الله عنها، فندع هذا وندع أيضا ما بقي من استيفاء القصاص بوجوب حضرة السلطان أو نائبه للحلقة القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام، نشكر لكم حسن استماعكم ونشكر لشيخنا
الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان. هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.